بالنسبه للبدايه ديالي ما كانش عندي تخوف تصوير الشارع، لان بحكم انني كبرت وترعرعت في حي شعبي، فالمعامله مع الناس هي اللي كتخليك انك ما تخوف ما والو. كاين تخوف قليل من الجانب التقني، والحمد لله مع المده كنتعلموا تصوير فوتوغرافي فهو بحر، ولا بد ما خصك تتعلم وتبقى تعلم، ما عمر غيسالي يعني هذا التعلم هذا.